بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة فيديو جديد، والنهاردة هنتكلم عن موضوع كتير طلبوا مني وانا شرحت شبهه او شرحت موضوع شبيه لي في فيديو سابق. والنهاردة هنتكلم عن النشر التلقائي للمقالات على منصات التواصل الاجتماعي وسرعة ارشفة المقالات الخاصة بموقعك او مدونتك على طول بالنشر التلقائي على مواقع التواصل الاجتماعي، لان انت بالنشر التلقائي انت اول ما بتنشر اي مقالة على موقعك اذا كان على بلوجر او ووردبريس او غيرها، فانت بتخلي الموقع اللي احنا بنستخدمه للنشر التلقائي ان هو يربط المدونة او الموقع بتاعك بمنصات التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وزي تويتر وزي بنترست وغيرها وتمبلر وغيرها من منصات التواصل، وذلك لنشر المقالة بدون عناء منك ولا جهد منك، بيتنشر تلقائي على الفيسبوك وعلى غيرها من المنصات. وبالتالي المتابعين الخاصين بصفحاتك على منصات التواصل الاجتماعي وغيرهم هيدخلوا على مدونتك وعلى المقالة بسرعة، ودوت هيخلي جوجل يشوف ان في مشاهدات كتيرة وزيارات كتيرة للمقالة، وبالتالي هيخلي فرصة ظهورها وأرشفتها أسرع من غيرها، وبالتالي تحصل على سرعة في الأرشفة وكمان زيادة زيارات الموقع الخاص بيك وغيرها. طبعا لو انت عاوز تستخدم النشر التلقائي دوت في حاجة تاني غير الموقع الإلكتروني، ولكن النهاردة هنشرح موقع متميز في النشر التلقائي. طبعا احنا بنشرح دايما الخطط المجانية، ولكن بيكون دايما في اي موقع بيبقى فيه خطة مجانية وخطة مدفوعة. احنا كنا شرحنا قبل كده موقع IFTTT، وطبعا الموقع دوت متميز وكان بيديلك 5 مواقع تواصل اجتماعي بتربطها بالموقع بتاعك، وبعد كده قلل الوصول بان خلى 2 مواقع تواصل اجتماعي للربط مع الموقع بتاعك. وطبعا في ناس شايفة ان دوت كده مش كويس، حاسه ان هي مش مرتاحه مع IFTTT او يعني سهوله الاستخدام في IFTTT، ولكن انا شايف ان موقع IFTTT لسه في منصتين ممكن تستغلهم. ممكن نستغل IFTTT في ان احنا نربط بمنصتين تواصل اجتماعي، والموقع اللي هشرحه النهارده هنربط بموقعين، ودوت زي ما هنشرح النهارده يبقى انت كده جمعت بين الموقعين ونشرت المقالات بتاعتك في مواقع تواصل اجتماعي مختلفة، وده اللي هنشوفه. عشان ما اطولش عليكم هندخل على الشرح على طول، ولكن ما تنساش اشترك في القناة وفعل زر الجرس، دوس لايك لو عجبك الفيديو. في كتير لسه ما قدمناهوش، الفترة اللي جاية ديت هيبقى فيه شروحات مكثفة في الربح من الانترنت وتصميم المواقع وغيرها من الفيديوهات اللي بتهمك في خاصة باليوتيوب والخاصة بالذكاء الاصطناعي والتصميم وغيرها والمونتاج وغيرها، فتابع شروحات القادمة بإذن الله، فيديوهات هتهمك وهتفيدك. يلا بينا على الشرح، يلا بينا. ورجعنا تاني للشرح، هندخل على موقع ديلفر اي تي. موقع ديلفر اي تي ودوت اللي هيكون معانا في شرحنا اليوم الخاص بالتمتع اللي هي التمتع النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، او يعني النشر التلقائي على وسائل التواصل. طبعا الموقع هيكون بالشكل والوجهه ديت. هندخل اول حاجه بس نبص على البرايسنج، هندخل اول حاجه على البرايسنج او الاسعار او الخطط. هدخلنا على خطه الاسعار هتلاقيها بالشكل ده، هتلاقي بيقول لك ان في خطه البيزك اللي هي فري، بيقول لك ستارتر سوشيال ميديا اوتوميشن تول كيت فور انديفيدوالز اند بيجنرز، يعني بتبقى للاشخاص والمبتدئين حسب كلامه. وبيقول لك ان هو بيدي لك تو بلاتفورمز اللي هي السوشيال ميديا، يعني ان انت ليك لكل فيدز او كل سايت لكل موقع تقدر تربطه ب2 مواقع تواصل اجتماعي او منصات تواصل. عندك بيقول لك المانثلي بوستس، يعني البوستات الشهريه اللي هو بيديها لك للسوشيال، بيقول لك 50 فقط، يعني انت الليمت بتاعك 50 فقط. وده كويس لو انت مبتدئ، كويس جدا ان انت تقدر تربط المقالات. لو انت بتكتب في اليوم مثلا مقالة، فانت في الشهر هتحتاج 30، فكويس جدا انت عندك 50، يعني 20 لو انت زودت يعني في وسط الشهر مثلا في ايام معينة الى مقالتين او غيره، فانت برضو هتكفيك وهتبقى كافية جدا. عندك بعد كده هتلاقي بقى ان الخطة البرو $10.79 في الشهر، وعندك بعد كده البلس عندك ب $29.95
20 سنت في الشهر، ديت بتدي لك بقى حاجات ووصول اكتر. احنا لينا دعوه بالمجانيه، احنا هنشرح المجانيه النهارده. وعلشان ندخل على الشرح اليوم ونخش على التسجيل، التسجيل سهل جدا، هندخل على ساين اب فري بالشكل دوت. طبعا انت عندك ممكن تسجل طبعا عن طريق تويتر او فيسبوك او عن طريق حساب جوجل. طبعا سجل بحساب جوجل افضل، وبعد كده هنكمل شرحنا بعد ما اسجل دخول. هيجي لك بالشكل دوت، يقول لك جيت ستارتد. انت دخلت عن طريق مثلا الحساب جوجل مثلا، فهتدوس كده جيت ستارتد، هتلاقيه ظاهر لك بالشكل اللي انت شايفه دوت. طبعا بيقول لك ليتس جيت يو سيت اب، بيقول لك كونكت يور سوشيال ميديا بروفايلز. عندك الفيسبوك وعندك تويتر وعندك انستجرام وعندك اللينكد ان وعندك حاجات كتير جدا، عندك بنترست والتيك توك ويعني ريديت وحاجات كتير جدا، ووردبريس، عندك تمبلر، عندك ديسكورد، عندك حاجات كتير جدا جدا. طيب انت بتعمل ايه بقى؟ انت لو عاوز بيقول لك اهو، اول حاجه نيو بوست اهو الفيدز بالشكل دوت او الكونتنت، بنخش على الكونتنت مثلا كده. بعد ما ندخل كده هتلاقي الموقع بالشكل دوت، وبعد كده هيجي لك التلات اختيارات. اول حاجه ان انت عن طريق يعني تستخدم الموقع وتربط المواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الويب سايت فيد ولا الفيد سيرش ولا الووردبريس. طبعا احنا هنستخدم الويب سايت فيد، هنستخدم ويب سايت فيد وهندوس عليه بالشكل دوت كده. هيجي لك بالشكل دوت بيقول لك الاوتو بوست فروم ا سايت بلوج اور فيد. فاحنا هنجيب الموقع بتاعنا، هنروح للموقع بتاعنا كده بالشكل دوت، هناخد رابط الموقع بتاعنا كوبي، وبعد كده هناخد رابط الموقع بتاعنا كوبي كده، وبعد كده هنروح للموقع وهنضيف الرابط هنا. هيجيب لك هو سيرش بقى، هيعمل لك سيرش على طول عن الموقع بتاعك او المدونه، وهو هيجيب لك الرابط الفيد الخاصة بالموقع بتاعك. طبعا احنا مش هنختار اللي هو الفيد اللي هو الاتوم، لا احنا هنختار الار اس اس، وهندوس على كونكت بالشكل دوت. هيودينا للخطوة اللي بعد كده، هندوس على بوست سيتنج، وبعد كده هيجي لك الفيد نيم. الفيد نيم هتشيل بقى كلمة الار اس اس ديت من كلمة او من الاسم، وبعد كده تنزل تحت هيقول لك when should we post new items. طبعا هيقول لك share immediately حالا ولا حاجة تاني، لا هنخليها immediately او الاختيار زي ما هي. هيجي لك بعد كده هيقول لك when should we make your first post، يعني امتى يجب علينا نصنع اول منشور او بوست ليك. فمدي لك ثلاث اختيارات، بيقول لك post the most recent items now، ولا post when a new item is published، ولا post all items up to max. طبعا اخر واحدة بلاش خالص، علشان دوت بيقولك يعني هينشر لك كل المقالات مرة واحدة، فكده هو هيدخلك في الخطة المدفوعة. وطبعا ممكن اصلا صفحة الفيسبوك او الجروب يتقفل بسبب النشر التلقائي مرة واحدة لكل الكم ده. طيب عندك كمان تاني واحدة اللي هي post when a new item is published، يعني بيقولك هيعمل post عندما يعني يتم نشر حاجة جديدة يعني. ودي انا بفضلها برضو، post the most recent item now، يعني بيقولك يعني اعمل post او انشر الاهم ناو دلوقتي. طيب انا هختار تاني واحد، انا هختار لما يتم نشر حاجة جديدة او بوست جديد، يعني يبقى هو كمان ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي. فانا اخترت كده بالطريقة ديت، انت ممكن تختار اول واحدة براحتك، لكن انا هختار تاني واحدة وهدوس على كونكت سوشيال شكل دوت، هيوديني على الخطوة ديت. طيب انا خلاص جيت هنا واخترت، انا اختار صفحة الفيسبوك، انا كنت عامل الخطوة دي قبل كده بس بجيبها لك عشان الشرح بتاعك. اختار صفحة الفيسبوك بتاعتي، انا مثلا لو ضفت هنا مثلا كده هيجي لك الشكل دوت، واختار الفيسبوك، وبعد كده اهو بعد كده اختار الفيسبوك بيج او جروب، وبعد كده اكون انا داخل طبعا بالاكونت الفيس، فهو هيعمل لي على طول ايه، هيعمل لي الربط والدخول لصفحه الفيسبوك على طول. انا اخترت مثلا صفحه الفيسبوك كده بالشكل ده كده، وبعد كده هدوس ستارت بوستنج، يعني انا علمت عليها اهو، بيقول لك شير تو وان اوف يور سوشيال، فانا هدوس على ستارت بوستنج كده بالشكل دوت. خلاص هيجي لي بقى الشكل دوت، عندك هنا شيرنج تو وان سوشيال، عندك الكونكت سوشيال اهو، ينشط الزر ينشط كده، كده مقفول كده نشط. عندك الضبط هنا من الاعدادات، ممكن تدوس على الاعدادات وتعمل طبعا ضبط لطريقة النشر والكلام ده كله. ممكن بيقول لك مثلا هنا شيرد لينك ولا ستيتس ابديت والكلام ده كله، طبعا شيرد لينك. وبعد كده هيجي هنا بيقول لك انكلود تايتل ان ذا مسج تكست اباف ذا شيرد لينك، ماشي عاوزين العنوان طبعا. وبيقول لك انكلود بودي ان ذا مسج تكست اباف ذا شيرد لينك، ممكن دي ممكن تعملها براحتك، عاوز تعملها تخليها كده براحتك خالص،
هتعملها كده خلاص انا مش هعملها. هيقول لك بيجين بوستس ويز مثلا، يعني ابتدي البوستات ويز ايه، يعني في كلمه معينه عاوزها بيقول لك ممكن تكتب هنا اللي انت عاوزه وتضيف. كل الحاجات دي ممكن تشتغل عليها، دي ضبط بقى لطريقه النشر والكلام ده كله. واند بوستس ويز برضو كلمه ممكن تضيفها، كل ده ممكن تعمله. هتدوس على سيف. الموقع جميل جدا وسلس وبيقدم الخدمه باحترافيه وسهوله، يعني الموضوع سهل خالص. هنا السيتنج اهو زي ما انت شايف، زي ما احنا بندخل تمام، ممكن برضو تظبط فيها اللي انت حابه، تغير بقى مثلا شيرد ايميدياتلي اد to your key مثلا، لا هنخليها كده. هنا طبعا للمدفوع جزئية المدفوع، هنا الفيد اكتف ممكن تخليها غير اكتف لكن انت هنخليها اكتف. طبعا هتدوس سيف خلاص بالطريقة ديت خلاص. طيب دوت بالنسبة لده. ايه عندك عاوز تضيف بقى كونكت تاني مثلا ولا حاجة، هتدوس هنا كونكت سوشيال وتضيف مثلا البنترست ولا لينكد ان او الانستجرام ولا تويتر ولا تمبلر، اختار اللي انت عاوزه تقدر تضيف زي ما انت عاوز. طيب عندك بعد كده تطلع فوق كده، دي الفيدز. الفيدز عندنا اهو الفيد هنا بتضيف ليها واحده. طبعا انت ليك ثلاث مواقع، ليك ثلاث مواقع تضيف لكل موقع لغايه اتنين سوشيال، اتنين سوشيال زي ما انت شايف. طيب انا خلصت كده خلاص وعملت الربط بتاعي بالموقع بكل سهوله، احنا كده خلصنا. ولكن ممكن نعمل حاجه بسيطه كده، تجربه على مقاله في الموقع. هنعمل كده، هندخل كده على مقاله كنت عاملها كده للتجربه و خلاص احنا خلصنا. هندوس على نشر كده بالطريقه دي للمقاله ديت كده، مقاله حتى بدون صوره ولا اي حاجه، بس انا بوريكم بس على سبيل التجربه بالشكل دوت كده. انا خلاص نشرت ديت، نشرت مقاله اهي. هاجي عند الفيسبوك كده هنشوف، هدخل على الفيسبوك كده وهروح على الصفحه وهنشوف كده هيعمل ايه. طبعا هو هياخد، ممكن ياخد وقت مثلا لغايه 10 دقايق، ولكن انا عشان الشرح انت الفكره عرفتها وتقدر تتابع على طول البوستات، هتلاقيها على طول البوستات عن طريق الستيتس. طبعا انت عندك الستيتس ديت الحاله بتاعه الصفحه اللي انت رابط بيها، يعني عندك الصفحه بتاعتك بالشكل دوت، عندك السوشيال اللي انت رابطها، عندك البيبل ديت بقى بتبقى يعني للمدفوع في الخاصيه المدفوعه. فالستيتس هنا بتجيب لك بقى الفولورز والبوستس والكليكس وكل تفاصيل يعني احصاءات للموضوع. و ده الكونتنت زي ما انت شايف كده، لو انت عاوز تضيف موقع جديد عن طريق الكونتنت والكلام ده كله، كل دوت تقدر برضو تدخل عليه تستكشفه براحتك بالشكل دوت. طبعا ده كان شرحنا اليوم، اتمنى تكونوا استفدتوا. وانت تقدر النهاردة تستفاد بالموقع دوت بان انت تربط موقعين سوشيال ميديا بالموقع بتاعك، وعن طريق موقع مثلا زي IFTTT مثلا بموقعين سوشيال ميديا تانيين، وبكده تكون كسبت اربع مواقع سوشيال ميديا مربوطة بالموقع بتاعك، وتكون نفذت الفكرة بتاعتك وانت قاعد مرتاح بدون جهد ولا بدون اي تعب. ده كان شرحنا النهاردة، اتمنى تكون استفدتوا. وما تنساش اشترك في القناة وفعل زر الجرس ودوس لايك لو عجبك الفيديو. شكرا ليكم، مع السلامة.